احبائي الكرام، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي ظروف جيده. كما شفتوا في الفيديو السابق دخلنا للمغرب، يعني فدخلت للدار ديالي، تغدينا في قنيطره ودخلت مع جونس، ارتحينا شويه وناسنا دابا الخمسه هذه، وقلت راه ندور. ما عجبتني المدينه ما شاء الله، انا من دمي اللي زناف ما جيت، وعجبني المغرب ما شاء الله، الطوار غزال، ولا المغرب دائما دائما المغرب زويون، ولكن زاد جمال، زاد جمال فوق جمال. وكما قلت لكم انا خرجت عند سارة شويه وكندور شويه، ودابا غادي نمشيو نشرب واحد القهوه. ونتمنى تشوفوا هذا الفيديو، راه فيه بزاف ديال اللقطات، يعني فيه العراضات وفيه كل شيء، غير تبعوه من الاول حتى الاخر وغادي يعجبكم الفيديو. بقاو معايا، ما تمشيو فين، نشربوا قهوه. الله على برودة، برودة غزالة. شوف فين دايرين هاد القهوة، في وسط هاد الجردة هكا، الساحة. هادي سميت هاد البلاصه، هنا سميت العرسه. العرسه صح، البلاصه الغولي سميتها العرسه هاد البلاصه. حيش معو ياك؟ ما شاء الله ما شاء الله، داكشي غزال. دابا نعطيها لك، تعطيها ليا؟ بيان سيغ نعطيها لك. مرحبا مرحبا اختي، مرحبا. في الطبيعة هاد القهوة ياك. هانتوما تشوفوا الكرموس اللي كان ب 4 دريال، هانتوما هادي 4 دراهم، هادي 4 دراهم، هانتوما هادي 3 ياك، هادي 3 وهادي 2 دراهم وهادي 4 دراهم. ها انتم يا مين ناكل اختكم؟ ها انتم الطريق ديال حي السلام، غادي نمشيو عند العائله، وانا فين ما مشيت كنديكم معايا الاحباء الزوينين ديالي، نتوما هما وليداتي، فين ما مشيت غنديكم معايا اي بلاصه مشيت. هنا وصلنا عند العائله، وراه اي واحد مغربي وصلتي دخلتي عنده ضروري كيحط لك اتاي الحلويات، وهذه ديال عاشوراء انتما ما ناسينيش، واتاي واحد الكاس ديال اتاي شنقول لكم، فيه بزاف ديال الاعشاب لي والزعتر ونعناع وداكشي مانيفيك. واحد الكاس تيرجع المجاج، تيجيبك من فرنسا يحطك في المغرب. ورايبي جميله، رايبي جميله، شفت في الثلاجه بغيت رايبي جميله. هو ما شاء الله، وبقينا جالسين مقصرين معاهم، وحلفت عليهم ما يديروش العشاء حيت كنا عيانين باغيين نعسو، ومشاو مساكن جابوا الشاورما، لي ساندويتش، واحد لي ساندويتش غزالين
عجبونا وكلينا معاهم وقصرنا معاهم داكشي زويون، وما خلوناش مساكن كاع نمشيو، بتنا معاهم حتى لغد لي، وهانتو معايا وبقاو معايا ما تمشيو فين. هذا لغد لي فطرنا وخرجنا ضروري، حنا جايين محوصين دابا، خرجنا نشربوا قهوه على برا، يعني جلسنا في حي شماعه مقابلين مع كارفور ديال حي شماعه، واحد الجو غزال في الصباح. انتما كتعرفوني اختكم نعيم مع القهوه في الصباح، راكم عارفيني كنفطر وكنجلس واحد نص ساعه وضروري القهوه. هذا حي شماعه، كارفور ديال حي شماعه، واحد الجلسه غزاله في القهوه ديال بريد هاوس، قهوه غزاله. وغادي نساليو وغادي نرجعو وغادي نلقاو العائله تاني مصايبيننا واحد القصعه ديال الكسكسو بالدجاج البلدي. اش كنقول لكم؟ يا سلام، الله يعطيها الصحه، واحد القصعه غزاله 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 بالدجاج البلدي. وكتعرفوا الكسكسو كيجي بالدجاج البلدي كيجي زويون، واحد القصعه مانيفيك. وما شهيتكم وسمحوا لي اللي كيتوحموا، وانا راه كما قلت لكم تموليداتي هنا نمشي نديكم معايا. ودابا غادي نخرجوا ثاني في العشيه، غادا نمشي عند رضيعتي وصاحبتي حتى هي في حي سلام نيت تقريبا في زنقات وحدين. ايوا هكا سكرو ثاني، انا قلت لكم فين ما مشيتو ما كاين على الماكل. شوفوا كاع اصحاب اوروبا ملي كتجيو المغرب حيدوا الريجيم ما شاء الله. ها انتما الطويبله، ها القهوه، ها اتايها الحلويات ما شاء الله، الله يخلف عليهم رد في الخير. هذه رضيعتي وصاحبتي وكل شيء ما شاء الله. وتنقول لكم احبائي الكرام، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، راه فيديو متنوع، وبقاو مع الفيديوهات ديالي. قلت لكم من حدي في المغرب غنبرعكم في الفيديوهات، ومع السلامه والى الحلقه القادمه ان شاء الله.